اهو الطريق بقى سالك يا معلم، واللي انا كنت خايف منه خلاص اتكل. ايوه يا حبيبي الطريق بقى سالك عندك انت، انما عندي انا مش سالك. قصدك ايه؟ ما انت عارف يا جدع انت بتستعبط بقى ولا ايه؟ ما انا قلت لك 100 مره هنشتغل في السر ومحدش هيعرف، وحماك ده هيبقى زي الاطرش في الزفه. يا ابني الحاج ده ابن جنيه وبيعرف دبه النمله. بقول لك ايه، ها اصبر بقى شويه على الموضوع ده لحد ما الحاج يبقى يحصل ابوك. واحنا نضمن منين يعيش قد ايه والراجل ده؟ يعني مش عارفين نخلص منه. الله 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 الله، انت بقيت تفكر على كبير قوي يا جدع. وانا بصراحه كده يعني مش عايز مشاكل. تقوم تجرنا المشاكل؟ انت عاوز تقتل حفظي؟ طب بذمتك انت مش نفسك تخلص منه؟ بصراحه النهارده قبل بكره مش هنسى يوم بعتر كرامتي في الارض وخلاني اتجوز بنت مدني السباك. ما هو انت برضه اللي نخيت ابو سمره. ما كنتش عايز زعل ابويا، انت عارف كان بيشيل كلام العقاد على راسه ازاي. بقول لك ايه، سيبك بقى من حوار البودره ده دلوقتي وخلينا ماشيين كده في السليم يا عم. اول تور تقول احلبوه، الكلام اللي انا بقوله لك ده هو السليم. مكسب كتير خطر قليل، عاوز ايه بس احسن من كده؟ عايزك تشوف لنا سهره حلوه كده. انت فاكر البت الرقاصه دي اسمها يا جدع؟ البت دي اللي اتمسكت في قضيه الاداب. شوف انا بتكلم في ايه وانت بتتكلم في ايه، احنا جايين هنا عشان نتكلم في الشغل مش في النسوان. ومال ما الواحد برضه لازم يشتغل اللحم الابيض. نسوان ايه بس يا جدع، دول بقوا اكتر من الهم على القلب، وبكره يبقوا 10 قرش. احنا جايين هنا النهارده عشان نتكلم في الشغل. ما انا قلت لك بقى اللي فيها ابو سمره، انا ما اقدرش اسيرك في حكايه البودره دي طول ما حمايه بعيد عن سكه عزرائيل. يعني انت لازم تلعب لي في الجمجمه وتحط لي العوده في المنشار؟ ما اصلك ما تعرفش انا والشيطان صحاب. خير يا حاج؟ خير ان شاء الله يا ابني. انت عارف انا لا يمكن اتمنى لك غير كل خير. بس انا عايز اعرف بقى، انت ناوي تفضل قاعد كده؟ قاعد ازاي يعني؟ قصدي يعني مش هتفكر تتجوز؟ ايه؟ اتجوز؟ ايه واد تتجوز؟ امال ايه؟ ما انت كبرت خلاص، هتفضل قاعد كده في قرابيزنا؟ عايزين انا وابوك نفرح بيك ونشوف عيالك يتنططوا قدامنا كده زي القرود زيك. انا مش فاهم بس انتوا مستعجلين على ايه؟ يا سلام، ما انت كنت متشحتف لما كنت حاطط عينك على بنت بشامجي. جرأة يا واد، بصلي كده ليه؟ ما انت عارف انا ما بخفيش حاجه عن الحاج. انتهينا، ده موضوع راح لحاله. وانت عارف انا كان لا يمكن حوافق على الجوازه دي ابدا. وانا الحمد لله نسيت الموضوع ده خالص. طيب كويس، خير، خلصنا بقى عشان دلوقتي العروسه مستنياك. ايوه يا حاج، بس انا حاليا ما بفكرش في الجواز. جرى ايه يا واد؟ هو انت ناقصك حاجه؟ مال خير كتير والحمد لله. يو ايوه يا اما، بس مستني اكون نفسي اعمل لي اسم في السوق. اسم ايه اللي عايز تعمله في السوق؟ ما كفايه اسمك ابن ابراهيم العقاد. وبعدين يا هلا يا ولد، انا عامل لك امبراطوريه يضحكوا عنها. انا مش فاهم انت عايز تهدها ليه، ولا هتستنى بقى لما جواز اخواتك يكوشوا على كل حاجه بعدين؟ طب يا حاج سيبنا افكر، على الاقل يعني ابقى جدير ان انا اقعد على العرش بتاع الامبراطوريه دي. ماشي يا استاذ فتحي، ماشي هسيبك تفكر، بس لحد امتى؟ ايه؟ ايه؟ يعني يعني ايه؟ مش فاهمه. مش عاجبك؟ طب امسك دول المسقعه دي. لسه مش عاجبك؟ انت عارفه ان دي احلى مسقعه اكلتها في حياتي. يعني زي اللي كانت بتعملها لك امك؟ ولو قلت لك انها احلى من بتاعه امي. يا جميل انت يا عسل. عارف يا سي فتحي، انا مش هرتاح يا اخويا ولا يهدى لي بال غير لما الحاج والحاجه يعرفوا ان احنا اتجوزنا. ده بقى الكلام اللي مش موزون. وانت يا حبيبتي مش مبسوطه في العيشه معايا؟ طبعا يا اخويا انا مبسوطه ومتهنيه،
بس يعني انا خايفه اليوم اللي يعرفوا فيه يبقى يوم شوم علينا. ما تخافيش، طول ما انت معايا ما تخافيش. هم هيعملوا لنا ايه يعني؟ معلم برا ايه؟ تعال اطلع. مرة حق الحمد لله. تعال اطلع. بقولك ايه؟ انت ايه رايك في الواد فتحي؟ بالنسبة لي يا حق؟ بالنسبة لشغله يعني؟ هو لسه بيلطش ومصيره هيتعلم. بيلطش؟ كان اللي بيعمله ده يعني شغل على الفاضي. ما هو حضرتك اللي سمحت له كده يا حاج. هو غصب عني. انا كان لازم اقطعه واخده على قد عقله عشان اخلصه من شغلانه تانية كنت خايف عليه منها انا وامه. زي ايه؟ مش فاهم. المهم يعني احنا عايزين نفطس له الشغل بتاعه ده لحد ما يقول حق برقبتي ويجيني مسلم ورافع ايده لفوق. نفطس له الشغل؟ بسيطة حاجة. يعني التجار اللي بتعمل معاهم لازم اللي له عنده قرش يطلبوا منه، وبعدين ما حدش يديله بضاعه جديده. امورنا حاجه اللي تحت امرك. بس اصحار يا ابني، انا مش عايز الحكايه دي تتم مره واحده كده عشان الواد ما يشكش ويحس انه وراه حد. انا عايز اتم سلامسي بالراحه واحده واحده لحد ما نخلص عليه. هو مش عنده مخزن بيشيل فيه البضاعه؟ اكيد لا شهوله، وبكده نقص قصر يشو. اسم الله عليك، مخك منور يا براي. الو يا حاج بيج، البنت تاني انت مش كنت عندها الشهر اللي فات؟ لحقت توحشك؟ طيب ما هي وحشان انا كمان، بس انا بعرف امسك نفسي. انما انت قلبك الرهيف ده هو اللي مؤخد عيالك علينا. خلاص خلاص روح لها، بس المهم انها تعرف انك رايحه من ورايا. يا ستي خدي لها معاك اللي انت عايزاه، بلاش وجع دماغ بقى. بقولك ايه، اديها قرشين كويسين من معاكي، بس على الله يتقبلهم. يلا مع السلامه. ما هي معذوره برضه يا حاج، دي برضو مهما كان بنتها. امال انا اقول ايه بس على نفسي؟ اصل انت مش حاسس بالنار اللي هيدا جوايا، بس انا ماسك نفسي. انا مش عايز يبقى في ود بيننا وبينهم، وبعدين رجل الواد جوزها ده تاخد على هنا ولا سمح الله يشم حاجه كده ولا كده. عمر ما حد يا حاج يشم ريحتها، احنا بنشتغل على ميه بيضة قوي. اسم الله عليك، انا عارفك كويس يا برهان. خلينا في المهم بقى، انا عايز اتكلم في موضوع الواد فتحي. يعني ايه يا ممدوح بيه؟ مش هتقدر تستنى عليا شويه يا اخي؟ بقول لك مزنوق، وبعدين انا دافع تلت الكمبيالات الشهر اللي فات، انت كمان مزنوق؟ لا الحاج ملوش دعوه بشغلي، الشغل ده يخصني انا لوحدي. عموما ماشي يا ممدوح بيه، انا هحاول ادبر لك مبلغ. شكرا، مع الف سلامه. مالك يا سي فتحي؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ ولا ضيع عندك يا اخويا؟ مالك وتتكلم؟ مش عارف ايه اللي قلب عليا اصحاب التوكيلات مرة واحدة. يعني ايه؟ مش فاهم. كل يوم والتاني الاقي واحد طابب عليا، لا اما اديله فلوس لا اما مش هيديني بضاعة تاني. هو انت ما معكش؟ معايا، بس اللي معايا على قد مصاريف المعرض ومصاريفنا، وشايل قرشين كده عشان لو حصل اي حاجه. المشكله مش في كده، المشكله انهم كانوا شغالين معايا كويس جدا، فجاه اتقلبوا عليا، مش فاهم ليه. يعني انت معكش تسدد لهم اي حاجه؟ وحتى لو سددت لهم، لو سددت لواحد مش هقدر اسد للتاني. خلاص يبقى خد فلوس منهم. خدت منها كتير قوي يا ارض. وماله يا اخوي؟ هو انت بتاخد من حد غريب؟ انا مش عايزهم يحسوا ان انا عندي مشاكل في الشغل، لو الحاج عارف ساعتها هيقول لي اقفل المعرض وتعالى اشتغل معايا، وانا مش عايز ابقى تحت رحمته. طبعا يا اخويا عندك حق، امال ناوي تعمل ايه؟ بالشكل ده هضطر اخد سلفيه من البنك.
صافية خيبتك يا وردة. المخزن بتاعك اتسرق يا ابني. ايه ايه المخزن اتسرق؟ انا كده اتخرب بيت، اتخرب بيت يا ام. دي فلوس بنوك، دي فلوس البنك يا ام. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود يا فتحي. يا فتحي يا عليم، في ايه يا الصبح؟ المخزن بتاع الواد اتسرق يا حاج. اتسرق ازاي؟ ما انا حاطط له حراسه. هو انت لسه هتسال؟ اجيب لك عليا وتحصله. زي ما انت شايف المخزن اتقلش، لازم تشوفوا حل في المصيبه دي. ايه ده بس يا حاج، وخلينا نشوف شغلنا. انت في اي حد شاكك فيه؟ ما ابدا يا حضره الضابط. طيب مالكش اعداء؟ يا سعاده البيه، مع عدوك الا بنكارك. طيب في حد من منافسينك كنت شاكك انه بيكرهك؟ يا حضره الضابط، يا حضره الضابط، انا اتسرقت وعايز حاجتي تيجي دلوقتي حالا. ماليش دعوه بقى بتشكوا في حد ما بتشكوش في حد، ارجوك انا عايز حاجتي تيجي. انا كده اتخرب بيتي، انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي يا ورده. كده انت انا هيحجزوا عليا ومش بعيد اخش السجن. سجن؟ هو ابوك وامك هيوطوا يدخلوك السجن؟ انت مش عارف غلطتك عندهم ولا ايه يا فتحي؟ انت عايزاني اروح امد ايدي ليهم تاني؟ تاني وتالت يا اخويا، فلوسهم هي فلوسك. مش فلوس، مش فلوس يا ورده، مش هروح اخد منهم حاجه. لا خلاص يا حبيبي بقى، اخش اللومان. جرى ايه يا فتحي؟ جرى ايه يا حبيبي؟ ده ابنك يا اخويا جاي في السكه. عندك حق، انت عارف انا كنت ناوي على ايه؟ كنت ناوي على ايه يا عناية؟ كنت ناوي لما تولدي باذن الله اروح للحاج واقول له ان احنا اتجوزنا. تفتكر بقى يا سي فتحي لما تخش على بيت العقد وتقول له هياخدك بالحضن وامك بهيجه هتفرح وتزغرت؟ طبعا انا متاكد انها هتفرح، بس لازم اخدها في صفي الاول. بأماره ايه بقى؟ ده لما بكره مانا في الشارع امك ما قالتش كلمه كويسه في حقنا ولا حتى حاولت تراجعه في اللي هو عمله. ما انت عارفه الحاج يا ورده، لا ينفع حد يقول له انت بتعمل كده ليه ولا عشان ايه. خلاص يبقى مش هيعمل حساب لامك. لا 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 لا, لا يمكن. انا متاكد ان ماما هتعرف تقنعه. انت مش عارفه ده حلم حياتها انها تشوف حفيد مني، ومش هي بس، ده الحاج كمان. فمستقبلنا بقى هيتحدد على نوع الطفل اللي انت هتجيبيه. شدي حيلك بقى وهات لنا واد. واحنا فاض ولا بنت دلوقتي؟ احنا في المصيبه اللي انت واقع فيها. بقولك ايه، انت لازم تتصرف باي شكل وتجيب فلوس. ايه ده؟ ايه القمر ماله عمال ينفخ وينطق؟ اوف اوف، ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ مالك يا فتحي وقاعد لوحدك ليه؟ يعني انت مش عارفه المصيبه اللي انا فيها؟ عليا ديون متلتله بسبب موضوع سرقه المخزن ده، ومش عارفه اسددها ازاي. يا سلام، هو ده اللي مزغزرك كده ومخليك على اخرك؟ وايه يعني يا حبيبي؟ لو على الفلوس مقدور عليها. قول لي يا فتحي، عايز كام يا واد؟ حوالي 120 الف. انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه. شفت ما بتهونش على ابوك ازاي؟ اصل كل اللي يهم ابوك سعادتك ومصلحتك وبس يا نور عيني. بس بقى انا ليا شرط عليك. يا اختي شرط واحد؟ انت تشرط وتأمر ورقبته تحت رجلك يا حاج؟ الله، الشرط ايه يا حاج؟ انك تتجوز. اتجوز؟ ايه ايه اتجوز؟ مالك بتقولها وانت خايف كده؟ ايه انت مش راجل ولا ايه؟ امال ايه البنات اللي انت مقطع معاهم السمكه وديلها دي؟ الموضوع مش كده يا حاج، بس ما يعني ما انا سبق وقلت لكم يا حاج. مش عايز كلام تاني خالص، ده شرط الوحيد وانا قلته. قبلته كان بها، ما قبلتش انت حر. كل بني ادم عقله في راسه يعرف خلاصه. ما يقبلهوش ازاي يا حاج؟ يقبله طبعا. هو انت يعني بتطلب منه ايه؟ كل اللي انت بتطلبه ده يا اخويا عشان خاطر مصلحته. اسمعها منه هو. طيب افرض العروسه ما عجبتنيش. العروسه دي بالذات لازم تعجبك. يعني ايه يا حاج؟ يعني انا لازم اتجوز غصب عني؟
يا ابني انت اصلك ما تعرفش انا محتاج ابو العروسه دي قد ايه. الراجل ده هيفتح لي في شغلي سكك كتير قوي قوي قوي. الله، جرالك ايه يا فتحي؟ مش تشوفها يا ابني الاول وبعدين تقول اه ولا لا؟ واول ما تقول اه وتوافق هتلاقي في ايدك شنطه فلوس تسد بيها ديونك، واللي هيفيض هيبقى قده الطقطين. ها قلت ايه يا حبيبي؟ انا شايفه الكلام اللي بيقول ابوك عين العقل. وبعد هالك يا بهيجه، وانا من امتى بقول كلام ما هوش عين العقل يا اخويا؟ انا قصدي يعني لا قصدك ولا ما قصدكيش، ما تتكلميش خالص، انا بسال لفندي وعايزه هو يرد عليا. ها يا استاذ ما بتردش عليا ليه؟ طيب طب ممكن تدوني بس مهله افكر. مهله ايه بس يا حبيبي؟ هو انت مش لسه بتقول ان انت مديون عليك فلوس متلتله قد كده اهو؟ مالكيش دعوه انت يا بهيجه، انا عايز اسيبه يفكر. سيبيه اتفضل يا استاذ. يكفيك مده قد ايه عشان تفكر؟ يومين. يومين يا حاج. يومين يومين يا فتحي، اتنين مفيش غيرهم، بعدها انسى خالص، لان انا اصلا هنسى ان انت ابني. ممكن امحيك ادمرك، وهقولها لك تاني، كل بني ادم عقله في راسه يعرف خلاصه، مفهوم؟ انا مش فاهمه انت مكبر ليه اول موضوع كده يا فتحي؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ اروح اقول لهم اني موافق انك اتجوز؟ ومال، روح وقول لهم ان انت موافق. ايه ده؟ انت اللي بتقولي الكلام ده؟ امال عايزني اقول ايه؟ اسيبك تترمي في السجن وابنك اللي في بطني ده مين يصرف عليه؟ ده ساعتها مش هيعبروني ولا هيبصوا في وشي، مش هيدوني جنيه لا انا ولا ابني. مش معقول، مش معقول اللي انت بتقوليه ده يا ورده. لا معقول يا حبيبي، انت تروح تشوف البيت وتوافق عليها وتاخد شنطه الفلوس من ابوك وتصرف نفسك. طب وبعد كده؟ الحاجه كتير لحد ما تقف على رجليك ويبقى معاك قرشين كويسين. لو الحاج بقى ركب دماغه وقال لك هات الفلوس ادهم له، ساعتها بقى هنطلع في البت دي كل القطط الفاضية وتطلقها. قلت ايه؟ انا موافق. ربنا يهديك ويكملك بعقلك يا حبيبي يا رب. ايوه كده يا فتحي، عايزين نفرح ابوك يا واد. فرح ابوه؟ يفرح ابوه ليه؟ ما يفرح نفسه. هو انا بعمل ده عشان روحي؟ ما هو عشانه، عشان لو جرالي حاجه يلاقي له ظهر يتسند عليه. بعد الشر عليك يا اخوي، حسك في الدنيا ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ خلاص يا هلا، اعمل حسابك بكره بعد الظهر نروح عشان تشوف العروسه. بكره؟ طيب افرض ما عجبتنيش. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني طلعت وحشه دمها تقيل. بطل يالا كلام عبيط يا ابني، لازم تفهم ان دي جوازه مصلحه. مصلحه يعني هتتجوزها حتى لو طلعت قرده. قرده يا واد؟ قرده ولا نسناس انت هتفتي فيها؟ الله، ده جواز جواز. اسمع يا فتحي، كل اللي يهم ابوك في الدنيا يا حبيبي سعادتك ومصلحتك وبس. يلا يا ابني انت وهو، هاتوا الحاجة من العربية. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا حاج. يا مرحبا. وحشت والله، مش عارف اقول لك. الروم عند بعضيها يا سعاده الباشا، ادي ابني اهو اللي ياما كلمتك عنها. فتحي ازيك يا ابني؟ والله كان نفسي اشوفك من زمان. ازاي حضرتك؟ عاملها منين؟ انا الحمد لله يا ابني. ابوك كان طول عمره يكلمني عنك وانت عيل صغير. لا ما خلاص ما شاء الله، خلص الجامعه اهو وبقى زي الفل. اتفضلوا. اتفضل يا حاج. يا مرحبا. اتفضل اتفضل يا فتحي. يا ساتر. ها يا فتحي، قول لي بقى يا ابني،
ناوي على ايه بعد ما خلصت الشهادة؟ قول لي بس انت عايز ايه وانا عينك تاني يوم. ربنا يبارك لنا في سعادتك. الحقيقة هو ما بيحبش الوظائف، وانا ربنا كرمني وفتحت له معرض كبير قوي بتاع تلاجات وتلفزيونات وحاجات من دي. يعني احسن بكتير من وجع قلب الوظائف يا حاج. لكن ما شغلتوش معاك في الخشب ليه؟ والله يا سعادة البيه هو اللي اختار لنفسه. يلا يا حاج هي كلها تجارة. حكمة انت فين يا حكمة؟ اهلا اهلا اهلا. هي النور ده. اهلا وسهلا. اهلا استانا. يا مرحبا. اهلا بيك يا حاج. اهلا وسهلا. فتحي يا ابن الحاج يا حكمة. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا حاج. اهلا وسهلا. اتفضلوا. يا مرحبا استانا. بس هو كل مرة تكلف نفسك كده يا حاج. نكلف ايه بس؟ ده شيء مش قد المهام يعني. لا يا حاج ده انت ابو الاصول. ربنا يبارك في سعادتك. ما فين ميسة يا حاج؟ ما انت عارف بنتك بتقعد ساعة عشان تلبس. عن اذنك اقوم اناديها. ها وعامل ايه الشغل معاك يا فتحي يا ابني اليومين دول؟ والله هو كان ماشي كويس لغاية حكاية سرقة المخزن دي. ايوه هو الموضوع ده محيرني قوي. ازاي حاجة زي دي تحصل يا حاج؟ هما اللي عملوا كده ما يعرفوش المخزن ده بتاع ابن مين؟ والله هو ونصيبه بقى. على كل حاله سعاده البيه انا هعين له اتنين تيران يقفوا على المخزن ده. مفيش حد هيهوب ناحيته بعد كده. لا انا مش هقدر اخرج، عندنا ضيوف. بابا وماما مصممين ان انا اقعد معاهم. ده واحد تاجر خشب وابنه. انا لحد دلوقتي مش عارفه هما بيرسموا على ايه. ميسه ميسه ده وقت رغي في التليفون. انت بتعملي ايه؟ لحظه واحده. في يا ماما الناس مستنيينك. ومستنيني ليه؟ هم عايزين مني حاجه؟ انت بتكلمي مين؟ ده نبيل. مش وقته. انا قلت للناس انك جايه تسلمي عليهم. انا مش فاهمه انت ليه مصممه ان انا اقعد معاهم. الناس عايزين يشوفوك يا بنتي. نبيل طب انا هرجع اكلمك تاني. باي ماما. يكونش ده موضوع جواز؟ يا ريت ده يبقى من بختك. هو ايه ده اللي يبقى من بختي؟ انت عارفه كويس قوي ان انا مش هتجوز غير نبيل ابن عمتي. طب الله يخليكي مش وقت الكلام الخايب في الموضوع ده خالص. يلا عشان تلحقي تقعدي مع الراجل وابنه وتسلمي عليهم، ولا انت ناويه تحرجينا معاهم؟ وبعدين انت عارفه بابا لو طلع في زرابين. والله يا سعادتك بيه اذا سالتني عن السياسه اقول لك اللي انا اعرفه عنها كلمتين وبس. خد وهات هات وخد. برافو يا حاج. تعرف يا فتحي ابوك لخص السياسه مظبوط. ايوه يا عبد المنعم. بنتك يا سيدي مكسوفه تيجي تسلم. اهلا 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 يا مرحب. اهلا وسهلا. انت اول مره تشوفها يا حاج؟ اه من بخت الوحش. اهلا وسهلا. يا مرحب. اهلا وسهلا. ويا ترى المحروسه اسمها ايه بقى؟ ميسة يا حاج. ميسة. الله 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 الله. اسم على مسمى صحيح. ميسة بنتي خلصت الامريكان يونيفرسيتي السنه اللي فاتت، الجامعه الامريكيه يا حاج. اعوذ بالله. يعني هي كانت عايشة في أمريكا؟ الجامعة الأمريكية موجودة هنا، هنا هنا في مصر يا حاج، موجودة. ما دام هنا يبقى الحمد لله. طب ودي فيها إيه يا حاج؟ أصل بصراحة ربنا يا بنتي أنا ما أحبش عيالنا يروحوا يعيشوا عند الخواجات ويتطبعوا طبعهم. أصل الحاج محافظ أوي، بيحب يحافظ على العادات والتقاليد المصرية يعني. هو في حد زي الحاج في الزمان ده؟ إحنا كمان يا فتحي يا ابني مصريين أوي. انا كان ممكن بسهوله ابعت ميسه بنتي تدرس في اي حته في اوروبا، لكن قلت لا زي الحاج بالظبط. ما رضاش يا ابني ان بنتي تتطبع بطباع غير طباعنا الشرقيه. تمام يا عبد المنعم بيه، مفيش احسن من الاصول. تاخدي حاجه حلوه يا ميسه؟ لا يا مامي بلاش عشان الرجيم يبص. رجيمة ايه يا بنتي؟ كولي وتخاني ولا يهمك. هي خايفه تدخن يا حاج. خليها تدخن وتربرب كده. دول كانوا اصحابي اتريقوا عليا. اصحابك ده ايه؟ دول لازم ما يلمس انواعين كده ما عندهمش اللي يفهمهم. الكلام ده كان زمان يا حاج، دلوقتي البنت لازم تبقى رشيقه مش مليانه. يا ما شاء الله مش مليانه. انت حر ما دام بيعجبك الصنف ده. الصنف؟ عمك يقصد الطيب يا حبيبتي. لا انا ما طقش ام اتب ابدا. وات؟ طيب يلا بينا بقى يا حاج. ايه احنا لسه قعدنا مع بعض؟ معلش اصل سايب المحل لوحده. محل ايه؟ اجهزه كهربائيه. انتوا عندكم ساوند سيستم؟ احدث حاجه. عنده كل حاجه في الدنيا. ده المحل ده كلفني الشيء الفلاني. والمحل ده فين؟ في وسط البلد. روحي هناك شيلي كل اللي انت عايزاه، المحل كله تحت امرك. ميرسي يا عم.
طيب مش يلا بينا بقى حاجة ولا ايه؟ شوف يا فتحي يا ابني، المرة دي سماح، انما الزيارة الجاية ان شاء الله تجينا يوم اجازة المحل بتاعك، عشان يا ابني نقدر نقعد مع بعض وناخد وندي. لا اطمن يا عبد المنعم بيه، الجايات كتير قوي ان شاء الله. مع السلامة. يا مرحبا. مع السلامة. نورت نورت وشرفت. نورت وشرفت. الله يبارك فيك. فرصة سعيدة يا أنسة ميسر. فرصة سعيدة يا أستاذ فتحي. فتحي العقاد. شفتوا العروسة يا حاج؟ امال هكون رايحين ليه يا ست بهيجة؟ يو ما اقصدش، انا اقصد يعني حلوة بطة نص نص. الحقيقة بسم الله ما شاء الله، البيت زي البدر المنور قمر، يعني ابنك بقى ملوش اي حجة. حلو، واتفقتوا خلاص على كل حاجة؟ لا انا قلت في الاول بس يقعدوا مع بعض يتكلموا ويفهموا بعض يعني. طب ويا ترى الواد فتحي رايه ايه؟ مش بطاله. يعني ايه مش بطاله؟ حلوه؟ هي من ناحيه حلوه ف حلو حلو قوي. نهار ابوك يا سيد منيل، انت كمان استغربت بتقول في وش حلوه؟ الله، مش انت اللي سالت يا ورده؟ ايوه بس ما تطرش الكلام كده عليا. ما ترشي؟ وبعدين يعني لو افترضنا انها حلوه ايه اللي هيحصل يعني؟ لا يا عمر، ده يحصل ويحصل ويحصل كمان. طب بقول لك ايه، انا داخل جوه يا عمر. ادخل يبقى شوف بقى مين هيخش وراك. ليه يا ولد؟ انت لوك علي يا امك قاعده مستنياك دلوقتي على نار. معلش يا حاج، اصل كان في زنقه شغل كده يعني، وعبال ما خلصنا وشطبنا المحل. الليله ليله فرح، النهارده انا اسعد ست خلقها ربنا. ألف 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 مبروك يا فتحي يا حبيبي. ألف مبروك؟ على إيه؟ يوه على العروسة يا واد، أبوك بيقول لي إنها بدر منور. يعني هو الحقيقة يعني يوه هو قال لي يعني هتتقل من أولها، بس بقول لك إيه؟ اتقل براحتك، ما أنت ابني، ما أنت كمان زي القمر. أنا مش فاهم بس أنتوا مستعجلين على إيه؟ ايه يا ولد؟ انت ناوي ترجع في كلامك ولا ايه؟ لا طبعا يا حاج ارجع في كلامي ايه؟ بس انا يعني مش عايز نبان ملهوفين عليهم. ومين قال بقى ان احنا اللي ملهوفين عليهم؟ ليه ما تقولش هم اللي ملهوفين علينا؟ ما شفتش قعدوا يتحايلوا عليها قد ايه عشان البنت تخرج وتيجي نشوفها؟ يا نهار ابيض، هي المزغوده بنتهم دي ما كانتش عايزه تخرج لكم؟ لا يا حاج، هي البنت بس كانت مكسوفة شوية يعني. قول كده يا حاج ابراهيم، اصل خلي بالك يا واد يا فتحي، الناس الكبارات دول بيربوا بناتهم على كده. على كل حال احنا نفوت كام يوم كده وبعدين ندبهم زيارة تانية. يوه وكام يوم ليه يا حاج؟ ما نستعجل ونقدم الشبكة على طول. نشبك ايه؟ نشبك؟ نشبك ده ايه؟ انتوا مستعجلين ليه؟ ما تستنى لما اخد عليها شوية. طيب وانت يلزمك وقت قد ايه يعني عشان ده كله؟ شويه يا حاج، لازم اعرف البت دي بتروح فين، بتيجي منين. ده جواز يا اخوانا، جواز. على كل حال مفيش مانع، خد وقتك، انا وراك لاخر مدى. شفت يا فتحي، كل اللي يهم ابوك في الدنيا دي سعادتك ومصلحتك وبس. انا عارف يا ماما، عارف. جبت فلوس من ابوك؟ ايوه. هو انت رحت له؟ لا، بعت لي الفلوس مع برعي. انت مالك فيه؟ مفيش. ما الملك يا اخويا بتتكلم معايا من تحت درسك كده. مش عارف اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها يا ورده. مصيبتي يا فتحي؟ الجوازه اللي عايزين يدبسوني فيها بالعافيه دي. ما احنا اتفقنا هتفضل تماطل فيهم لحد انا ان شاء الله مولد، وبعدين تقول لهم ادي الجمل وادي الجمال. مش عارف يا ورده، مش عارف. مش عارف ايه يا فتحي؟ قول كده يا حبيبي، انت شكلك من ساعه ما شفت البنت دماغك زقزقت. ايه الكلام السخيف اللي انت بتقوليه ده؟ ايه ده يا ورده؟ اصلي مش فاهمه، عمال تقولي مش عارف مش عارف مش عارف. عايز تعرف ايه يا ابن العقاد؟
فين فتحي؟ الله، هو في ايه؟ راح فين يعني؟ مطعم؟ وكل يوم بيتغدى بره ولا ايه؟ لا خلاص مش مهم، لا ما تقولوش حاجة، أنا هتصرف. يلا مع السلامة. خد يا واد، خد كل بر نفسك بدل كل يوم أكل السوق اللي أنت بتاكلهولي ده. وماله أكل السوق؟ ده أنا باكل في أحسن المطاعم. أحسن مطاعم إيه؟ إحنا مش عارفين بيعملوا الأكل إزاي ولا بإيه؟ يعني هيكونوا بيعملوه بإيه يعني يا ست الكل؟ زي ما أنت ما بتعمليه كده. فشل يا واد، أنا بعمل الأكل بتاعنا بالسمنة البلدي، ده أنا بجيب الزبدة قوالب وأسيحها بإيدي. إيش جاب لي جاب السمنة البلدي للسمنة الاصطناعي بتاعتك دي؟ طيب، أنت عايزاني آكل فين؟ هنا يا واد، ترجع تتغدى هنا زي ما أبوك ما بيعمل، بعد ما تتغدى هنا تتكل على الله تروح شغلك. ها؟ ده الكلام اللي مش موزون، ما 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 ينفعش يا ست الكل، أصل أنا ساعات يعني بروح آكل مع العملاء، وساعات تانية ببعت أجيب الأكل في المحل. طب وإيه يعني يا واد؟ ما نعمل لك الأكل وأبعتهولك. طب وليه التعب ده بس؟ يوه، هو أنا يا واد هشيل الأكل فوق دماغي؟ أنا هطبخ الطبيخ وساعة الغدا أكلم حد من المغلق يجيبوا لك الشغل. إيه؟ ما هو ما 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 ما, 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 ما ينفعش. يعني أنت يعني يرضيكي تبعتي لي الأكل وأقعد آكل قدام العمال وتبقى عينيهم في الأكل بتاعي؟ الخلاصة الواد ده مش عايز ياكل طبيخك. المسألة كده رايحة نفسك. ليه بس كده يا حاج؟ ليه بس؟ ما أنا طول عمري باكل من إيدين ست الكل. هو أنا مش بتعشى معاك أهو؟ يا واد أنا بتكلم على الغدا. كل وانت وشك مصفر كده. انا اللي قلقان منه وبيجة ان الواد يكون لايف على واحدة من اياهم واكل عقله وبيروح يتغدى معاها. تصدق يا حاج ان الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى صح؟ اه، بس الشهادة لله يا اخويا، الواد فتحي عرف بنات كتير قوي، بس لا لا لا، عمره ما يفكر يتجوز واحدة منهم. طب امال ليه بقى كان عايز يتجوز بنت الراجل بشندي؟ اصل انت ما انتش واخد بالك، البت صايعه ورقمه ومفتحه، وابنك معرفش طول منها حاجه. وبعدين ايه يا حاج سيره النكد دي؟ ما راحت، الهي لا يرجعها. وانا قلبي مش هيرتاح ولا بالي يهدى غير لما اشوف المأذون بيعقد قرانه على بنت عبد المنعم بيه ابو شنب. يوه، صحيح يا حاج فكرتني. ده انت يا اخويا رحت لهم مره وبعد كده قلت عدولي، الناس يقولوا ايه؟ انت مش ناوي تروح لهم تاني؟ انا بصراحه ربنا مش هرتاح غير لما الواد ياخدني من ايدي ويقول لي تعالى نروح لهم يا ابا. الكلام ده منين يا بنت؟ محسن جوزي شايفهم وهم خارجين من عماره كبيره وركبوا العربيه مع بعض. الله، معناته ايه الكلام ده يا نازك؟ قولي لي انت يا فوزيه، معناته ايه الكلام ده؟ ده محسن بيقول ان البت ورده الحمل بان عليها قوي. هو اللي قالك كده يا سعاد؟ ايوه. يبقى اللي في دماغي حصل. هو ايه يا اختي اللي في دماغك ده؟ ما احنا كلنا عارفين كل حاجه، ولا هتعملي لنا فيها ام العريف ولا ام العريف؟ لا بقى، انتوا كنتوا عارفين ان الحاج طرد البيت وابوها واخوها وخلاص، وكل واحد راح لحاله. انا اللي قلت لكم ان الواد فتحي مش هيسكت. برع جوزي ده كده، كان عارف ومتاكد ان فتحي اخويا ناوي على المصيبه دي. يا سلام يا اختي، يعني جوزك هو اللي عرف؟ هو اتجوزها امتى؟ مش مهم اتجوزها امتى يا نازك، المهم انه اتجوزها والبيت حبلة منه. يا فضحتك يا مرات ابويا بهيجه. لا يا اختي، قولي يا وكستك يابا. وانت بقى هتقولي لجوزك على كل حاجه. جرى ايه يا بلاتي؟ امال عايزاني اسيبه على عماه ولا ايه؟ شوفي بقى يا بنت، انا عارفه جوزك بيودود في ودان الحاج، يبقى لازم يعرف الحكايه من ساسها لراسها. بقولك ايه يا بنت حميده، قولي لجوزك يكفي على الخبر ماجور لغايه ما يعرف كل حاجه، وبعد كده يروح يفرح الحاج بقى والست بهيجه بوكسه ابنهم التقيله.
حمزة عظيم النصرية. يا صباح الفل يا عم حمزة. ايوه الطلبية بتاعتك قدامي ايه؟ والله زمان. لا عينينا ليك. وبس الولد برع يخفي معرفش راح فين بقاله شوية كده. لا لا لا. الابلكاش كله موجود. هو اللي مخسع معانا شوية الزان. اهو برع يوصل اهو. لا يحضلك الطلبية ويشيعها لك على طول. احنا عندنا كام عم حمزة. انت تؤمرنا يا عمنا. صباح الفل بالسلامة. ليه أنا؟ تأخرت ليه؟ ومالك واقف متأيس كده ليه؟ مش عارف يا حاج أقول لك مبروك ولا عزيك في المصيبة اللي حصلت دي. مصيبة؟ مصيبة إيه كفى الله الشر يعني؟ ابنك فتحي. ابني فتحي؟ ماله أنا جرى له حاجة؟ اتجوز يا حاج. الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده. ابنك فتحي متجوز بقاله 7 أشهر وكان مقرطصنا كلنا. مين اللي قالك الكلام العبيط ده؟ أنا لسه جاي من ناحية عش الزوجية بتاعه وهتستغرب أكتر لو عرفت هو متجوز مين. اوعى تقول إنه اتجوز ال المعفن بتاعي. لا لا برع انت كذاب كذاب كذاب. شفت المصيبه اللي حلت على دماغنا كلنا يا حاج؟ بشهندي بقى نسيبنا يعني ورده دي هتقول لحميده مراتي حميده حاف كده من غير ايه حم ولا دستور يعني هتعمل راسها براسها. وبعدين امتى ازاي اذا كنت انا لما طردتهم طردتهم وهو مش موجود عشان ما يدراش. وبعدين امه قالت لي لما ديلي بعد شهر ولا تم. الله وعرف مكانهم منين ده انا نفسي معرفش هم غاروا من هنا راحوا فين. بنت الجنيه هم طولت لسانها عليا يا حاج. انا بقيت مستغرب اقول البنت دي مالها مستويه كده ازاي اتجوزها ازاي وامتى وفين. فرقت دلوقتي كل ليله بيرجع البيت زي عادته بيتعشى معايا انا وامه وبيخش يتخبط ينام. وبعدين امه ما قالتليش انها لاحظت عليه اي تغيير. يبقى اتجوزها فين وامتى. وبعدين ده حتى هدومه اللي بيبقى لابسها بيقلعها في البيت امه تغسلها وتبعتها للمكواجي وبعدين ترصها له في دولابه وده كل ليله. يبقى اتجوزها فين ازاي. ابنك فتحي ده طلع حويط قوي يا حاج. وبعدين بقى يعني معقول يا برعي يكون ضحك عليا انا وامه طول المده دي ازاي بس. انت اللذينه تلاقيها كانت مفطماه. البت دي مش بني ادم يا حاج. البت دي ابليس يقول لها يا ابله. ايوه بس انا عايز اعرف انت عرفت الحاجات دي كلها ازاي ومنين. محسن جوز بنتك سعاد هو اللي اداني اول الخيط شافهم مع بعض. والجديد بقى يا حاج انها حبلة. ب7 أشهر يا حاج. يا سلام يا على دي كلمة. متعرفش يا مرعي انت ريحت لي قد ايه دلوقتي. ايه ده حاج انت فرحت يعني عشان هيخلفوا لك حفيد؟ جرايا يا مرعي ما تبقاش راجل اهبل بقى. انا طول عمري بقول عليك ان انت راجل مفتح وبتفهمها وهي طايرة. ما تخيبش رجايا فيك. ايوه حاجه اصل انا شايفك كده من اول ما عرفت انها حبله لقيتك فرحت كده وهديت وسكت. فرحت ايه وهديت ايه ونخيت ايه؟ انت عبيط. الحاج العقاد هينخ
علشان عارف ان ابنه هيخلف له حفيد من بنت الغفير المعفن بتاعه اللي اسمه بشندي. ايوه وفكرت؟ فكرت ووصلت تقريبا وارتحت. المهم مش عايز حد يعرف خالص ان انا عرفت، وخصوصا امه، اصلا ممكن تفتح مع الموضوع والواد ياثر عليها وخليها تنخ. سيبني بقى انا همخمخ الموضوع واقول لك هنعمل ايه بالظبط عشان نخلص من النصيبه دي.